لو المركب بتغرق يا مريم لازم نكون سعداء لآخر نفس في حياتنا. إيه اللي هيحصل يعني؟ طنط حضرتك بتكلمين أنا؟ أمال بكلم نفسي يا بنتي، هو أنت لسه ما فوقتيش؟ يا بنتي قومي عشان تلحقي تعملي الفطار، ده الأذان هيأذن خلاص. بقولك إيه؟ أنا جات لي حتة فكرة. أيوة فكرة إيه؟ اصبري على رزقك. بقولك إيه؟ بصي بقى، البسي أحسن ما عندك ونظفي بيتك كده وعلقي زينة واعملي كل حاجة بتحبيها، وأنا هعمل كده برضو، هعمل أجمل أكلة أنا بحبها، وأنا هحط الترابيزة بتاعتي على باب البيت بتاعي، وإنت كمان تحط ترابيزتك على باب البيت بتاعك، ونقعد ناكل ونتساير ونتكلم. أصل أنا امبارح يا مريم حطيت الأطباق وبقيت باصة للأكل ونفسي كانت مسدودة، وزي ما حطيت الأكل شلته، نفسي اتسدت، ما عرفتش أكل لوحدي. ها قلتي إيه؟ الله الله يا طنط، فكرة حلوة قوي يا طنط. أنا هخش على المطبخ أشوف عندي إيه عادل أعمله، وبعديها هلبس حاجة حلوة. صحيح أنا يعني خلفت وتخنت شوية بس هظبطها، وهبهرك يا طنط، والله هبهرك. حاضر يا طنط، ماشي ماشي، باي. سلام يا عناية، سلام. ألو، إيه يا مريم؟ أنت فين؟ أذان المغرب هيأذن يا بنتي. أنا آسفة إني اتأخرت على حضرتك، هو الأذان فاضل عليه قد إيه؟